على التونسي وعلاقته بالفريب. والله الفريب من اول الدنيا اخويا العزيز، يعني ما تنجمش تستغنى عليه. الفريب راه يا اخي الزويلي باش يعيش هنا ينجم يقدر يشري من البازار بلا لوفيت. الفريب للزويلي حتى اللي لابس عليهم راه يجيو للفريب. الفريب تلقى الشواء ما تلقاش كل لابس كيفك. كي تلبس انت حاجه تلقى سيري كاسروني، حكم البوتيكات سيري كاسرونيت. فماش واحد ما يحبش جديد، فما يحبوا جديد، اما كل انسان والقدير وقدره. راه ما نجموش نستغنوا من اول الدنيا والفريب، من يعني ملي حلينا نحن عينينا لقينا الفريب ما نجموش نستغنوا عليه. جمله واحده يعني ماشي في الدم يعني. دونك نقول نجم نقولوا اللي التونسي ويدور لي علاقته بالاسواق الشعبيه تقعد ديما، معناها ماذا به يمشي الاسواق الشعبيه وما يمشيش للماركات العالميه. عنده الحق منه، شهريته ما تكفيش. نقولوا احنا بمقارنه مش بشيخو مريول ب 50,000، مع انه ال 50,000 هذيك ينجم يجي بها السوق لهنا لباب الفله. 50,000 ينجم يخو برشا حاجات. كلامك عسل، ريت ال 50,000 تجيب له حشا عينيك خمسه مراول. كي يمشي بشيخ ماركه من البوتيك ولا من الماركه عالميه اللي تحكي عليها انت، يلبسوا لبسه غسله بركه. وشوف انت الكاليتي، يقول لك ماركه عالميه ويعملوا لك كاتيكيه وانت تقول هذايا محليه وما شبوني ياخذوا. مش يبدا ب 50، كان يبدا 200 دينار. ثم كل قدير وقدر. توا الزويلي اللي يخلصي مثلا نحطوا نحنا مليون كري مي ذو هذايا صغار يقرا، منين باش يخلط انا يشيلك ماركه عالميه؟ كاينش المليونير اللي لابس عليهم اللي ما يحسبوهاش، اللي ما يدوروش في الفريب، ما تراهمش في الفريب. اما الزويلي حتى قلت لك انت لابس عليهم، انت فنانين وارتستات ولبس عليهم يجيو للفريب، راهم متنكرين ويجيو ياخذوا من الفريب. مخرجين افلام اللي يعملوا في يجيو ياخذوا من الفريب، يساعدهم ياخذوا من الفريب خما ياخذ لك من البازار. يلقى كل الشوا يلقى، مش ما يلقاش الشوا، المناشف، الكباب، التلفزيونات، المريول. انت كي تلبس هاني قلت لك ما تلقاش كل لابس كيفك، ما تجامي تلقى واحد لابس كيفك. الفريب ما ينجمش يستغنى عليه لحتى حد. استغفر الله، تمشي اجيال وتجي اجيال تساعده ياخذ قطعه. راهو نحنا ولينا للتوب. راهو ريت توا في الوقت هذايا 2023 2024 خذها قاعده، مازالت الازمه باش تزيد. يكون في 2025 تولي الدنيا صافا، اما توا الدنيا ميته. في 2024 زاد ميته.